الاهلي عاجبني فيه حاجه، مش عايز يسيب الدوري برضو، اللي هو انا عايز كل حاجه، وده طمع مشروع، طمع الافتراس، افتراس البطولات، عدم التفريط في اي بطوله، دي سمه الاقوياء، سمه الفرقه الكبيره، فن عدم الاشباع. انا ما بشبعش والله العظيم ثلاثه، اقسم بالله لو كان الزمالك اللي كان في موضع الاهلي كان لو وقع ماتش ولا اتنين في الدوري يجي يقول لك تركيزنا كله رايح لدوري ابطال افريقيا، ولكن الافتراس وغريزه حصد البطولات دي النقطه اللي عايز نادي الزمالك ولاعيبته وادارته يفهموها. كيف تفترس البطولات جميعها؟ كيف تفترس البطولات جميعها؟ وهي دي النقطه، غريزه افتراس البطولات دي غريزه مفقوده في نادي الزمالك، وهو فن الاكتفاء بما هو متاح. يعني ايه فن الاكتفاء؟ مش بتفاصح، واوقات انا بحب اتكلم بالعاميه، ولكن لازم اوقات جمل تتحط بالاطار الصح. الزمالك مع حب بدايه كابترون خد السوبر الافريقي، وبعد كده خد السوبر المحلي، فقد الدوري وفقد كذا بطوله وفقد دوري ابطال افريقيا، خلاص يعني خد السوبر الافريقي وخد السوبر المحلي، والدنيا كلها قامت ان الزمالك عاد. انا كنت ساعتها طالع عكس التيار، باجي اقول بطوله من مباريتين يا جماعه ما بتحكمش، ما يحكمش. وكنا ساعتها من اكتر الناس اللي بنهاجم على فكره التشبع من بطولتين ومباريتين، وان الدنيا ما تهددش. ده انت بتاخد السوبر الافريقي، محصله دوري كاس الاتحاد الافريقي اللي هي الكونفدراليه، ما خدتش حاجه في الموسم الجديد، فلازم لا تتشبع. فحصل تشبع للاعبين، لما في ما فيش حاجه، ما عملوش حاجه، لما ليس له جدوى. فالافتراس، كيف افترس البطولات؟ كيف امزق البطولات؟ كيف لا اترك مساحه للمنافسين؟ هي دي الغريزه ان انا بشوفها موجوده في النادي الاهلي. اي فرقه غير النهارده واحد يجي يقول لك يا عم تركيز على دوري الابطال، انسى الدوري المحلي، ولكن ما بيسيبش نقطه هباء. لما يفقد نقطه الدنيا كلها بتيجي عليه. ركز بقى معايا عشان نقول كل كلمه في مكانها الصحيح. ليه الفرصه اقوى؟ النادي الاهلي صاحب كذا بال، صاحب كذا بال، عنده بال في دوري ابطال افريقيا ومنافسات قويه جدا مع فرق تقيله، بتتكلم على سان داونز، بتتكلم على الترجي، بتتكلم المولوديه، بتتكلم على عتاوله افريقيا. نادي الزمالك متفرغ تماما للدوري المصري، فاذا مفيش على نادي الزمالك اي حجج. الاهلي نفسه وامنيه حياته ياخد الثنائيه، هو بيحب كده، بدليل لما كارتيرون اللي هو مدرب الزمالك دلوقتي كسب مع النادي الاهلي بطوله الدوري المحلي وخسر نهائي دوري ابطال افريقيا، الاهلي قال له مع السلامه. الضغط اللي بقى على النادي الاهلي ان اي مدير فني بيجي يا باشا خد لنا الاثنين، خد لنا الاثنين، خد دوري وخد دوري ابطال افريقيا، ده بيعمل عليهم ضغط، ده بيعمل على الاهلي ضغط. الزمالك عنده فرصه ذهبيه لازم لعيبه الزمالك تعرفها انها موجوده عند سيادتك ومش موجوده عند النادي الاهلي. ايه هي؟ الاهلي مشغول، مدهوش، عايش في قصه وصراعات مع انديه قويه جدا في دوري ابطال افريقيا، الترجي التونسي عينه على البطوله السنه دي وخدها مني، المرشح رقم واحد للفوز بدوري ابطال افريقيا هو فريق الترجي التونسي مش الاهلي. واقول لسيادتك ليه دلوقتي؟ بعد الاعلام ما عمل ضغط، انا معلش بخرج من الدوري المصري، ولكن هي كلها مربوطه ببعضها، هي مربوطه بالاهلي، مربوطه بالزمالك، مربوطه بالمسابقات المحليه كلها، والليله كلها في عصاره الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي. فريق الترجي التونسي مش هيفوت فرصه انه يفوز بدوري الابطال. ليه يا باشا؟ انا كزملكاوي عارف الضغط اللي معمول عليهم بسبب نتيجه مباراته مع المولوديه واقصاء نادي الزمالك. الاعلام عمل ضغط وبدا كله يجي يقول كده كده الترجي مش هيكمل في البطوله، وهو كده كده اقصى الزمالك مش هياخد البطوله. ده هيعمل على الترجي لود شديد جدا انه يثبت ان هو قادر يفوز على النادي الاهلي، وهيلعب لقاء مع النادي الاهلي لقاء استبسالي. فلازم سيادتك وانت كزملكاوي او لعيب في نادي الزمالك تعرف ان فرصه سيادتك هي بطوله الدوري السنه دي، اسهل بطوله دوري جايه لك على طبق من ذهب، اسهل بطوله دوري جايه لك على طبق من ذهب، والاهلي نفسه مش هيقدر يجيب كله. سيادتك خليك في اللي حصل. ايه اللي حصل دلوقتي؟ الدوري سخن، الدوري ولع، الاهلي دلوقتي عينه على البطولتين. انت كزملكاوي لازم تطالب لعيبتك انها تاخد بطوله الدوري المحلي، لانها لو ما خدتش الدوري والاهلي دخل في معصره في دوري ابطال افريقيا تروح تلوم لعيبتك. ده الكلام الايجابي وده الكلام اللي انا بحبه، انا بحب الواقعيه. لازم تشوف المحصله رايحه فين. البطوله بتولع، ولكن الاهلي معصور، معصور لان الترجي مش هيسيب فريق النادي الاهلي ياخد البطوله، مش هيسيبه. يبقى انت لازم سيادتك تستموت
على انك تاخد البطوله الدوري المحلي. شيكابالا دوره يقعد مع اللعيبه، امام عاشور زعلان، شيكابالا بيتوسط، فرجاني ساسي بيقول لك لم الامور يا كابتني، يا عم خليكوا في النادي ومصلحه النادي، علشان البطوله دي لو راحت السنه دي فضيحه فضيحه، والله العظيم فضيحه. وشايفين النادي ده يا جماعه، النادي ده ملوش غير جمهوره، النادي ده ملوش غير جمهوره، والجمهور السنه دي مش هيغفر للعيبه ان الاهلي يكون داخل في معصره افريقيه ويضيع من ايده البطوله المحليه. لاني برجع وبقول صاحب بالين كذاب والتالت منافق، صاحب بالين كذاب والتالت منافق. الاهلي معصور يا جماعه، يا محترمين، يا اهل الخير، كل الناس لازم تعرف في نادي الزمالك فرصة سيادتك السنة دي لو ما خدتش بطولة الدوري يبقى أنت مش هتاخدها عمرك كله، والله ما هتاخدها عمرك كله. الأهلي داخل مع عتاولة أفريقيا، الزمالك خلاص ملوش نصيب، لازم ننسى الصفحة ونقفلها. تركيزك إزاي أخد البطولة دي، دي النقطة الأهم. أكتفي بهذا القدر وهنتظر تعليقاتكم بعد حتى اللايف. ابعت لي كل أسئلتك اللي أنت عايزها هجاوب عليها واحدة واحدة. بشكركم على المتابعة وأشوفكم في مباراة أخرى وتحليل آخر. تحياتي إسلام علوي، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. تحياتي ليكم، سلام عليكم.